ما احسنت اكمل بالمدرسة التركية، كنت السوري الوحيد بالمدرسة، كثير عانيت من الطلاب، يعني ما كانوا يحلون، يعني اذا احكي كلمة ما الانسى او شيء اللي هو الكل عم طلع فيني وبزورني، يعني شوي تاني بدي امي يضربوني قدام الاساتذة. ما قدرت اكمل ابدا، لهذا السبب كان تركي للمدرسة وصرت اشتغل. أنا محمد كردي من إدلب، من مواليد حلب، عمري 17 سنة، راح يصير لأول سنة، مواليد 2003. الشغل مريح، يعني معاملة مع الدكاترة، توصيل شغل للدكتور، نجيب شغل مع الدكتور، والحمد لله يعني عندي معلمين بيعاملوني كأب. هلا أنا بستفيد من هالعمل، هذا هو خبرة، وعم بأمن مصروفي، يعني هو مصروفي الشهري، يعني مثل كل هالشباب. موهبتي اكتشفتها من 3 سنين تقريبا، يعني هيك عن طريق الصدفة. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. اجتهيت اني اروح على عرب جوت تالنت وقدمت عليه، فما قدرت لانه كان سبب رئيسي منه انه هو بدي جواز سفر او اقامة مكان مالي مقيم او اي شيء، لهيك ما قدرت اسجل، يعني ما تم الرد ابدا على التسجيل اللي انا مسجله، لا رفض ولا موافقه. تركيتي جيده منيحه، لا المعامله مع الناس او كذا هي جيده، حتى بالمدرسه كنت احكي مع الطلاب مثل العاده، يعني هي الموهبه ان شاء الله راح احققها، يعني وهي نعمه من عند رب العالمين، وطالما جنبي عالم عم تدعمني وعالم عم تعطيني رايه وبتحفزني على هالشيء هذا، فراح اطلع النجوميه اكيد.